الجياد رفعة الراية مشاهدين الكرام واندفعت على بركة الجياد وأفراس الأربع سنوات التي في سجل انتصار 3 انتصارات تجمعهم مسافة 1650 متر وقيمة الجائزة 90,000 ريال. الاندفاع من عند ظنك يبدأ مع اندفاع أيضا لسانوج وكذلك همامة التي تبدأ التقدم الآن للصدارة في المركز الأول. سانوج المركز الثاني عند ظنك في المركز الثالث مع محاولات التقدم من بقية الأسماء في هذه اللحظات. سيف الشرق يبدأ للمرتبة الرابعة في محاولات التقدم من لصيف في المركز الخامس، فيما همامة تتصدر الجياد والأفراس بطول وربع الطول. محاولات للتقدم من سيف الشرق في المركز الثاني عند ظنك ليتأخر المركز الرابع، فيما محاولات التقدم من سانوج أيضا للعودة للمنافسة، فيما همامة لازالت في الصدارة في محاولات الآن دخول من قبل سيف الشرق. وسانوج يبحث عن مسار ربما الآن مع الاقتراب المنعطف الأخير. همامة في هذا الصراع مع أيضا سيف الشرق ومحاولات عن ظنك وسانوج، والزحف يأتي من مرونق الآن في المرتبة الخامسة. صراع ال 400 متر يشتد مشاهدين الكرام مع همامة ومحاولات عن ظنك في المسار الداخلي للتقدم. عن ظنك استحثاث من نواف الفيروز للصدارة مع محاولات عازفة للتقدم للعز، فيما عن ظنك هو عند الظن الآن مشاهدينا متابعينا الكرام بكل أريحية. عن ظنك لعادل دخيل مبارك الجمعان يحقق الانتصار.